مرحبا، معكم توني. واليوم رح أقلكم برأيي شو هي أفضل كاميرا فور ستريت فوتوغرافي. كذا مرة بالفيديوهات قبل حكي عن my recommendation of أفضل ستريت فوتوغرافي فيلم كاميرا، وعادة اللي كانت تتصدر هذا البوزيشن هو الأوليمبس XA2. ومش بالغلط، I think the XA2 still is a great camera. كونه أول شيء حجمه كتير صغير، so this is something كتير مهم، تقدر تحملها وين ما كان، بتمشي فيها، بتمسكها بإيدك، ما حدا بينتبه لك أصلاً إنه معك كاميرا. الشاتر تبعها كتير صوته واطي، so فيك تصور حدا أنت وحده ما راح ينتبه. Anyways، فيها كتير options مفيدة، وأهم شيء فيها هو zone focusing system تبعها. كونه عندك ثلاثة options، يعني close يعني متر للمتر ونص، بيرجع mid اللي هي بس تفتحها بتكون على هذا setup من متر ونص لثلاث امتار، بيرجع بعدين infinite ثلاث امتار للinfinite بتعليها لفوق. So three easy setup معمولين بطريقة فيك تحركهم وتعرف انت وين بلا ما تطلع بالكاميرا. So هيدا برأيي ما يجعلها it's a great street photography camera. اليوم بدي احكي عن another camera اللي هي برأيي نوعا ما شبيهة بال XA2، بس بتربح من ناحية ال involvement والفن in photography. ليه؟ لأنه ال XA2 basically it's automated، يعني أنت ما عندك تعمل غير شيء، تعمل focus تبعولك بس، ما عندك control على aperture، ما عندك control على shutter speed. يعني creative decisions أو شو فيك تعمل بالإضاءة تبعك شوي محدودة. all you have to do is point على moment عم بتصير و make sure انه الفوكس مزبوط وبتاخد صورة والكاميرا بتقرر عنك شو رح يصير. هون لا، هون صار عندك انت كنترول اكتر. هاي الكاميرا حكي عنها قبل بمرة وحتى عامل معها comparison مع الـ M6، بس هي actually انا بحطها مع الـ M7. ليه؟ لانه معنا البسة الفويتلاندر بسة R2A. الـ R2A كل الـ A series من هولي هن electronic shutter اللي هي فيهم aperture priority mode، يعني انت بتحط الـ aperture تبعولك وهي فيك تعملها كلها manual، بس كمان فيك تعملها semi automatic، بتحط الـ aperture وهي بتعطيك الـ proper exposure يعني shutter speed، بتكون انت حاطط الـ ISO بطبيعة الحال. anyways، so اليوم بدي احكي عنها شوي وليه انا برأيي هال combination بين هالكاميرا وهاللنس could be one of the best for still photography. هلا شو معي اللنس؟ رح شيل الهود تبعها اللي هي برغي. اليوم اللنس اللي حطتها هي التي تي ارتيزن 28 ملليمتر f5.6. اوكي، اولا بدي اقول هي اخدينها كوبي بالاساس عن لايكا المارد، I'm not sure صراحة نسيت الاسم، بس انه it's a kind of a copy، بس still السعر بيفرق كتير. بس اللي بدي اقوله انه من الاخر it's a great quality lens. البلد تبع it's all metal, it's solid, you feel it's really good صراحة، ما فيها شيء، ما فيها ولا مشكلة صراحة اللنس من ناحية performance quality. ثانيا السايز اذا بتشوفه يعني it's a super small lens، يعني انا ولقطها ايدي طالع على برا اكتر منها. it's super compact، يعني فيك تحطها بجيبتك، فيك تحطها وين ما كان. والحلو بالستريت فوتوغرافي having a lens like this انه اذا انت لقيت الكاميرا وماشي هيك، العالم اللي بوجهك اللي عم تشوفهم they don't feel انه في a lens cylinder طالع متجه باتجاههم، بيقدروا يعرفوا انه عم تصورهم. ليه؟ لانه تكون عند لينكس اطول من هيك، يعني بس تعملها هيك واضح انه في لينس بتجهها عليه، سو هي كان فيل ات، يعني في حسه. بينما سمثينج لايك ذس وخاصه 28 ملم يعني اتس بريتي وايد هيدا، سو في مثلا ليتس سي اذا كنتوا انتوا شخص، انا اذا بارم هيك اوكي بعدكم انتوا، يعني انا عم بتجه بهداك الاتجاه واصلا اللينس از نوت بوينتينج اوت، بعدكم انتوا يعني الكاميرا بعدها within تلت الفريم، يعني عم صوركم ب very good position.
وهيدي شغلة كتير مفيدة كونها هالقد صغيرة وسودة وكومباكت، يعني فيكم عم تصور العالم ما بينتبهوا لك. هاي شغلة. شغلة تانية الأهم هو اللي بدي أحكي عنه، هو الشيء الكومبينيشن بين هاللانس وهالكاميرا والشيء المميز فيه، لأنه مجرب هاللانس أنا على غير كاميرايات مثلا منها الام 6 it didn't work like that. اللي صار انه إذا بتطلعوا تحت هون في جروف بقلب الكاميرا، في مثل هون هيك فخذ بقلب الكاميرا من هون لهون، and it works perfectly مع هاللانس. يعني هلأ بدكم تقولوا لي في أنا حط هون مثلا على لانس F8، إذا حطيت F8 وبتطلع على الزون فوكسينج سيستم، إذا حطيت المتر على F8 بيكون عندي infinite. يعني إذا أنا حاطت F8 عندي من المتر لتقريبا infinite in focus، يعني ببقى مضطر أعمل focusing. All I have to do is make sure أنه الشيء على السبجكت عم صوره ما يكون أقرب من متر، والباقي كله it's in focus. اوكي سو هيدي حلت المشكله. وشغله تانية كمان الاكسبوجر ميترنج، يعني بما انه هي ابيتشر برايورتي مود، انا بحط الاف 8 وبحطها تقريبا متر للانفينيت، يعني صار كله ان فوكس والاكسبوجر تبعولي هين. انا اوريدي حاطط اف 8، يعني الكاميرا هتعمل كالكوليشن تعطيني الشاتر سبيد، سو صارت بوينت اند شوت كاميرا. I don't have to think of anything. هون شوي dark. It's a long exposure. So ما بقى مضطر أعمل شيء. بس إذا بقى تصور 5.6 صرنا هون رح أدي مع مثلا let's say رح دلني على فكرة المتر. إذا حطيتها F5.6 الزون فوكس رح يكون بين المتر للمترين وربع. So صار much narrower. عم نحكي على 5.6 يعني بده يكون السبجكت اللي عم صوره بين المتر والمترين، خلينا نقول اوكي ستيل كان بي دان. بس انا لقيت انه في طريقه كتير مفيده بهالكاميرا ات ميكس ثينجز ايزير، اللي هي هيدا الفوكسينج نوب. اوكي مثل ما شايفين هيك بيروح من اليمين هون بيعمل لوك لانه على الانفينيت، تكبس عليه بفك، فيك تاخده على المتر للانفينيت. اوكي بس هاي اللي ذكرت لكم اياها في هون كيرف او جروف بقلب الكاميرا، وقت تكبس هاي الفوكسينج تكبسها بتضلك كبسها and you push it هون. اذا بتسمعوا في هارد لوك توقف هون ما بتعود تكفي على الاخر. وين بتوقف؟ توقف على المترين. برجع بشيل ايدي عنا and I push it it goes to closest distance اللي هي متر. so شو صار عندي هون؟ infinite بكبسها توقف لحالها مترين، برجع بلا ما اكبسها بتفشها بوصل على المتر. so صار عندي a system مثل Olympus XA2 اللي هي ثلاثة system. اذا حطيتها على المتر على 5.6 يعني صار عندي من المتر تقريبا للمتر ونص. إذا I push it هون لللوك إنها بتوقف على المترين، يعني على 5.6 عندي تقريبا من المتر ومتر وثلث مثل 20 للخمس امتار، which is صار أهيم من متر للمترين. صار عندنا متر وثلث أو خلينا نقول متر ونص للخمس امتار وشوي، صار عندي رينج قدر اشتغل فيه أكتر. وإذا بدي infinite all I have to do is push it up. ليه عم بقول هذا الشيء؟ هذا كله فيك تعمله بلا ما تتطلع. هلا في ستريت فوتوغرافرز كتير بيكونوا حافظين، يعني they feel it انه اوكي هيدي نزول، يعني تقريبا على الساعة 6 يعني تحت هي 3 امتار مثلا، فيك تعمل هيك بس it's not accurate. بينما this is super accurate، يعني انا مترين من هون للشتل اللي هون تقريبا مترين. all I have to do is hard click 100% انه ما في مجال يكون مغلبط مترين طق باخد صورة. So this is something very very nice, very useful. وما زبطت بغير M mount camera، هي M mount lens مع هيدي ال Voigtlander. مش أكيد إذا ال R3A وال R4A أو هيدا نفس الشيء صراحة، بس على ال R2A it's super amazing، كأنه هالglance معمول لهالكاميرا صراحة.
حتى الشكل it fits perfectly والفينيشينج والمات بلاك it's the same. So هيدا شيء لقيته سوبر مناسب وحبيت الفت نظر للعالم اللي مش منتبهين او ما عندهم فكره they might reconsider هال كاميرا لينس كومبينيشن. وفاينلي بدي اقول شغله انه في قصه الفريم لاينز وهيدي كايند اوف مشكله بس ما لنا مشكله. يعني هالكاميرا R2A ما فيها فريم لاين ل 28 ملم, اوسع شيء عندها هي 35 ملم. I think إذا مش غلطان ال 4A البسة R4A فيها 28, إذا مش غلطان يمكن ال 3A كمان I'm not sure, بس بعرف إنه هاي ما فيها, هاي فيها 35 50 75 و 90. شو الطريقة تقدر تعمل فريمينج proper فريمينج؟ أولا فيك تشيل ال hot شوما ال cover, فيك تجيب external viewfinder. عندي واحد انا جايبه شوي رخوص مكتوب عليه 28 ملم منه براند, it works منه very accurate so ما بعرف ما حبيته كتير. وانا من النوع اللي يعني مجرد اذا ما عم بصور street photography هيك from the hip و everywhere ومضطر اطلع فضل اقدر مجرد حطيت عيني اوكي okay, I like to have the rangefinder to have more accurate focusing. So اطلع من هون ارجع اطلع من فوق to frame not my مش طريقة لألي أنا, عادية كتير عالم بيستعملوها بس أنا ما بحبها. So عندها طريقتين غير. أول شيء إذا بتحط الفريم لاينز على 35 ملم ببين عندك, هلا أنا بلبس عوينات بشوف ال 35 على القد ما بقشع, يعني بيجي ال 35 ملم لاين تقريبا على قد الفيو فايندر كله. إذا بتشيل العوينات تبعولك تطلع أوكي بتشوف إنه حوالي ال 35 ملم في still space من كل الميلات. So إذا عم تصور 28 هن equivalent تقريبا ل 28. So إذا عم تطلع بلا 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 عوينات تقدر تقشع الفريم كله اللي شايفه هو 28. So بتكفي حياتك عادي. So صار عندك 28 كاملة. بما إنه أنا بلبس عوينات وقت اطلع هيك ما بشوف, يعني بدي حتى زيح شوي يمين شمال تقشع شوي ال 35 او بقشعه تقريبا على القد فيك تقول, ما لقيتها كتير مناسبة, يعني بضل في رينج ما عم بقدر شوفه. اللي بعمله واللي بنصحكم فيه كمان بتحطوها على ال 50 فريم لاينز, 50 ملم فريم لاينز. 50 تقريبا هي الدبل تبع 28 نوعا ما almost. So إذا بتطلع صرت هلا بتقدر تشوف إنه في عندك بس ال 50 مليمتر فريم لاينز والباقي بتشوف فراغ حواليه, ما بتشوفه كله طبيعي عليه بسوينات. بس اللي بعمله أنا وهي طريقة وبتمشي هو بستعمل ال 50 مليمتر فريم لاين as rule of third, يعني اعتبر في rule of third 2 2 و 2 2 بلا الزيح فوق السكوير. سو بستعمل الخط اليمين والخط اليسار تبع ال 50 مليمتر فريم لاين as rule of third. يعني اذا عم صور let's say انتو في شخص قاعد قدامي وعم صوره, all I have to do is بحط السبجكت تبعولي تقريبا على الزيح اليمين عالشكل اوكي, وبعرف بهالحالة رح يكون عندي تلتين من ميلة الشمال وبعد اللاين الموجود تبع الفيفتي في التلت. سو انا عادة وقت بتصور بورتريت هلا اوقات بتصورهم تات سنتر بالنص, بس موست اوف ذا تايم بخليه انا على رول اوف ثيرد ميلة وبترك ميل يعني تلت بتلتين اذا بدكم. سو ات وركس بيرفكتلي لايك ذات. وايه ما بكون مضطر ما قادر شوف فولي ال 28 ملم فاين, بس بقدر انا اشوف بالحقيقة شو في, يعني let's say عم صور هيدا الشخص هون بقدر اعرف شو في هالميل وشو في هالميل. سو بحطه هو على التلت وبعرف انه طلع لي تلت من هون تلتين, يعني as composition بقدر تقريبا زبطها. وكمان مثلا let's say اذا بدي احط له راسه مثلا من هون عيونه بحطها على rule of third من فوق, يعني صار عندي grid نوعا ما قادر ركب عليه حتى لو مش قادر اقشع the full 28 ملم. هاي الطريقة أنا بستعملها. Anyways
I think it's very useful. وهيك بقدر اقشع clearly ال 50 مليمتر وقدر اعمل focusing عادي عادي ما في مشكلة. So هيك نوع ما حليت مشكلتي. واخر شغلة كمان بدي اذكرها صغيرة كمان عن هذه الكاميرا, انه فيها مثل ما شايفين هون exposure compensation. شو يعني؟ اللي ما بيعرف هو exposure lock, بمعنى so فيك تعمل lock. يعني اذا انا عم صور برا وفي محل شمس ومحل في, وانا I want to expose للشمس, بدي الشمس وطيها تقدر يكون ما في شيء over exposed, وبدي خلي الدارك اريا المحل الشادو اغمق. اللي بعمله انه بحط الكاميرا عمالة الشمس تريد على الشمس وبكبس, هي بتعطيني اوتوماتيكلي الريل اكسبوجر, بكبس اللوك وبرجع اي ري فريم. شو بيصير؟ هو بيلقط المحل الاوفر اكسبوز الشمس, بياخده للجراي للميدل جراي, يعني تونز ات داون, وبيخلي الشادوز ايفن داركر, بيصير very very dark. This is a style of photography. أو إذا عم بتصور مثلا حدا وراء باكليت في إضاءة قوية, so باخد مثلا reading على محل الفي أو shadow area, I lock it وبرجع I reposition this وباخد الصورة, بيكون هو properly exposed والباكجراوند تبعوله بيصير over exposed. هيدا شيء فيك تعمله بالكمانة exposure compensation وقت تكون حاطط aperture A, يعني aperture priority. في عندك plus 2 هيك و minus 2. I think أنا ال exposure lock أسرع لي, إنه هيدي طريقة تصوير, بس إنه you can use that as well إذا ما بدك تكون تستعمل fully manual. anyways, هذا كان كل شيء عبالي أحكيكم اليوم عن هالكاميرا وعن هاللنس combination, إنه برأيي it's a very very good street photography combination, من حجم, من ما بعرف إذا ذكرت لكم, حتى صوتها is نوعا ما okay, it's not very quiet. يعني نوعا ما not too loud, not too quiet. يعني إذا كنتوا بمحل في ضجة, في ambient, في سيارات, في باص, في كذا, بتقطع, ممكن العالم ما ينتبهوا لك, it's not that loud. بس at the same time مش مثل XA2, يعني هديك في كون قاعد حد وعم تصور ما يعرف. لا, هيدي اذا كان رواق شوي رح يسمعه هالطاولة هون, تعملت more vibration. anyways, هذا كان كل شيء لليوم. hopefully كان مفيد بشي طريقة من الطرق. اذا عندكم اسئلة او استفسارات, please حطوا ليهم بالcomments down below, و please ذكروا to like, share and subscribe. will help a lot. مثل ما شايفين عم جرب هلا ارجع بلش, بس اليوتيوب الجوريثم ما كتير عم بيساعدني صراحة. so كل ما تعملوا لايك and you share and you comment, it might help YouTube to ينشر الفيديوهات اكتر, وهيك منكبر الشانل اكتر. anyways, هذا كان كل شيء اليوم. شكرا للمتابعة, ومنشوفكم مرة جاية. cheers.